دير الدار. انا ما نشريهاش الوليد. المفرقعات يعني تقريبا صبحت آفة، نقولها بي يعني بمجمل الكلمة آفة تعود عليها أبنائنا، أبناء الجزائر وأبناء الوطن العربي. ولكن نتأسف يعني لو نشوف هذه المفرقعات نشوفوا يعني الجانب السلبي تاعها يصبح أكثر من الجانب الإيجابي. في طول أن نعودوا أبنائنا باش يمشوا المساجد في هذا اليوم، بمناسبة هذا اليوم مولد النبوي خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نتوجه إلى جانب ثاني وهو جانب المفرقعات والألعاب اللي صبحت ضرر وصبحت تهلك بعض الأبناء. يعني في نشوفوا ظاهرة يعني ظاهرة هذه المفرقعات صبحت تدخل أولادنا لهكا نقولها بالكلمة المباشرة إلى المستشفيات في بعض الحالات. لذا نوجه كلمتنا، نوجه رسالتنا لأبنائنا والأولياء تاعهم يعني بهذه المناسبة باش يوجهوا أولادهم للمساجد. وانا نشوفوا احنا بالمناسبات طيلة السنة بعض الجمعيات اللي تدير مبادرات، ولكن الاختتام تاعها راح يكون دوما في يعني المساجد. يعني هذا اليوم احنا نستغلوه ونحترموه أكثر، يعني نستغلوه أكثر ونحترموه أكثر. هذا اليوم ماذا بينا نوجه أولادنا إلى هذه المساجد، مساجدنا وإلى الزوايا، وإحنا مناطق تاعنا البادية معروفين بهذه الجوانب. نشوفوا مسابقات وتكريم الأطفال، حفظة القرآن الكريم، وحتى بعض المسابقات اللي رانا نشوفوها حفظة الحديث النبوي الشريف. يعني بكل طبعاته يختنموا هذه الفرصة والفرصة في المساجد لتكريم أبنائنا، ليكون الجو الروحاني الموجود في هذه المساجد. الجانب المفقعات يعني هذا الجانب راه جانب والله العظيم راه جانب يعني يأثر في أبنائنا كتير ويتعودوا على هذا الجانب ويصبح يعني ضرر كبير في مجتمعنا، وإحنا مجتمع عروبة ومجتمع إسلام. أنا ما نشريهاش الوليد لأنها تعرض أولا وقبل كل شيء صحة الأولاد تاوعي للخطر. في حالة ما إذا كان هناك حادث يعني راح نخدم ناس معايا، نخدم الأجهزة الأمنية، نخدم رجال الحماية المدنية، نخدم السلطات المحلية، جوارينا كديرونجي الناس المرضى. أنا من باب النصيحة للمواطنين في عين تادلس أنهم يتفاداوا شراء المفرقعات خلال المولد النبوي الشريف. احنا ما نقول لك حلال ما نقول لك حرام، تفاداها باش ما تزعجش الناس أولا قبل كل شيء وما تأذيش صحة أولادك. هذه هي الرسالة مباشرة للمجتمع المدني. كبديل يروح يشري نسخة من السنة النبوية يسلمها هدية لولده، يروح يشري كتاب الله يسلمه لولده، يروح الجامع يذكر ربي سبحانه عز وجل، يدي ولاده يحضروا حلقة ذكر. لا تلاقت لنا مع الدخول المدرسي، والدخول المدرسي نشرو في أدوات ما نغبلوش في باباتنا، ما عادش نشرو العاملي فطرت شريت الطرد تاع كنت نحتفل مع صحابي طرد قلت عليا ونظهرت ما تنجد نشري. وانا ما نعرف نشريها ويعجبوني ودرتك انا وصحابي ندلبوا بيها وكا. شرب بزاف انواع، كاين سير وكاين دوريكان وكاين بزاف. احنا في المولد نشرو محرقات ونبغوا نطردقوهم ونطردقوهم نسمعونا وكاع ويديروا الصداع. الامنيه تاعنا اللي نبعثوها لجميع اولياء وجميع الاولاد يستلموا المفرقعات، راه فيها مضره كبيره، مضره سواء من المال ولا من الخسائر العضويه تاعنا. خاطر شفنا بعض الحالات حتى اللي كاين فقد العين تاعه، فقد اليد تاعه، اصابه بالغه. المستشفى يحذر، الصحافه تحذر، الدوله تحذر، الله يبارك المدرسه يتحذر، الائمه يحذروا. على هذه نتمنى بربي ان شاء الله من جميع اولياء التلاميذ يجتنبوا هذا الشراء مفرقعات، ما يكونوش كاع المولد النبوي الشريف هو ذكرى، يعني ذكرى حتى ذكرى لمعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا اتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يكون قدوه؟ نكون قدوه بربي ان شاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نختنبوا هذه الفرصه، وانتم مشكورين كصحافه الله يبارك وبالاذاعه تاعكم اللي نجتنبوا بكثره ان شاء الله هذا الامور وهي المفرقعات. لا لشراء المفرقعات، لا لشراء المفرقعات، اجتنبوها. الشيء البديل وهو المحاضرات. من هو رسول الله؟ من هو رسول الله؟ كيف نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السيره تاع الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلموها، كيف كان يعمل، كيف كان يسير. على ما نجتنبوا مفرقعات،
هذه كاع كاع السلطات الصحيه، الشؤون الدينيه، مصالح التعليم، الاداره المحليه، الصحافه، راهي تقول لك اجتنبوا فقط بسرعه، فيها مخاطر كبيره، فيها مضره كبيره لولادنا، نجتنبوها، يكون ان شاء الله مود نبوي بدون مفرقعات بربي ان شاء الله. وشكرا انتم، مشكورين، بارك الله فيكم.